مثلا ضعف العظام ينتج عنه هشاشة العظام والكسور. بالنسبة لضعف العضلات وضعف الإحساس يزيد مخاطر السقوط عند كبار السن وينتج عنه الكسور. والكسور حالة أبعاد كثيرة، من ضمنها تغير اللي هو نمط حياة الإنسان ويخلي مقعد السرير في حالات كثيرة. بالنسبة للتغيرات الأخرى أيضا الجسدية اللي هو تشمل جهاز المناعة، تجعل الإنسان عرضة للالتهابات وأيضا عرضة لمجموعة كبيرة من الأمراض المزمنة. طبعا لو تكلمنا عن مجتمعنا مثلا السكري والضغط وأمراض الكلى وأمراض القلب، هي أيضا من ضمن الأمراض المزمنة التي تصاحب الإنسان مع كبر السن. طبعا في حاجات أخرى غير جسدية من ضمنها الانطواء والعزلة والوحدة وتقليل التواصل الاجتماعي، هي نتيجة مباشرة لمتلازمة الشيخوخة. لتفادي مشاكل الشيخوخة المفروض تبدأ في سن مبكر. طبعا في حاجات كثيرة يمكن اللي هو نأخذها في نمط الحياة، مثلا النشاط البدني حتى لو كان بسيط، مثلا اللي هو أخذ السلالم بدل المصاعد الكهربائية مثلا في مكان العمل، هذا يعزز من قوة العضلات والتوازن، وهذا يساعد كبار السن على الحفاظ على توازنهم وقوتهم العضلية وكتلة العضلات والوقاية من سقوط. النوم المعتدل حاجة أساسية، وبعض الدراسات اقترحت أنه النوم المعتدل أو النوم الكافي له أهمية كبيرة للحفاظ على القوة العقلية مع تقدم الجسم. التغذية اللي هو المعتدلة التي تشمل على كميات مناسبة من المعادن وفيتامينات، حلها كمية حاجة أساسية للوقاية من الأمراض والحفاظ على قوة الجسد. بالإضافة إلى ذلك اللي هو الفحص المبكر عن الأمراض المزمنة. طبعا في برامج وطنية مثلا كشف عن السكري والضغط والكلى عند سن 40، وهذه حاجة أساسية. التشخيص المبكر له دور أساسي للحفاظ على كفاءة عمل أجهزة الجسم والتقليل من المخاطر الإضافية التي تصاحب الشيخوخة.